مشاهدي قناة الحياة الأحباء، سلام المسيح يملأ قلوبكم. هذه هي الحلقة الخامسة من برنامجكم الدليل. كنا في الحلقات الماضية قد تكلمنا عن شجرة السقوط وأهميتها وعن عصيان آدم وحواء، ثم تكلمنا عن كيفية حساب وعقوبة الله لآدم وحواء. وبالتأكيد لمستم معنا حجم الاختلاف بين الكتاب المقدس والقرآن في المواضيع السابقة. كنا نريد أن نواصل في هذا الاتجاه ونتكلم عن توبة آدم وحواء وغفران الله لهما، أو ما يعرف في المسيحية بتدبير الخلاص لآدم وحواء. غير أننا وجدنا موضوع في غاية الخطورة والأهمية، ألا وهو شرك آدم وحواء. ولأن الموضوع كبير فسنتناوله في حلقتين. سنجول بين المسيحية والإسلام لنعرف حقيقة وطبيعة شرك آدم وحواء. كيف أشركا؟ لماذا أشركا؟ هل تابا عن هذا الإثم العظيم؟ كيف تعامل الله مع شرك آدم وحواء وهو الذي لا يغفر أن يشرك به؟ وعلى ما سبق نسأل أيضا، ما هو مصير آدم وحواء في اليوم الأخير؟ مشاهدين الكرام، ننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم عن طريق الهاتف، الأرقام ستظهر على الشاشة، وعن طريق الإيميل وسيظهر أيضا على الشاشة. سؤال الـSMS لهذه الحلقة هو: هل آدم وحواء أشركا بالله؟ 1- نعم أشركا بالله. 2- لا لم يشركا بالله. أراءكم مهمة جدا بالنسبة لنا فشاركونا. مشاهدينا، معي ومعكم ضيف الحلقة وكل حلقة الأخ وحيد. أخ وحيد، أهلا وسهلا بك. أهلا أخت فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. الرب يبارك حياة الجميع. أخ وحيد، إحنا موضوعنا شرك آدم وحواء. نعم. لكن قبل أن ندخل في الموضوع، ياريت لو تدينا تعريف عام عن الشرك في المسيحية والإسلام. نعم، بالنسبة للشرك في المسيحية والإسلام في الإطار العام في تصور واحد. بالنسبة إلى المسيحية والإسلام بيعتقدوا أن الشرك هو إشراك آخر مع الله في العبادة، وده في الإطار العام بيظهر أنه الصورة واحدة. إذن في الإطار العام نعم النظرة واحدة، الشرك هو أن نشرك شخص أو شيء أو كائن سماوي زي الملائكة أو كائن أرضي يصنع له تمثال مثلاً. نحن نعرف أنه الفلسطينيين في وثنيتهم زمان قديما كان عندهم الإله داجون، والجزء الأسفل من الإله كان سمكة، فإذا من أعماق البحر أيضا. فهذا هو الإطار العام، إشراك شخص كائن كوكب في العبادة مع الله. طيب، هل في أي أقسام أو أنواع للشرك أيضا في المسيحية والإسلام؟ بالنسبة للمسيحية لا يوجد أقسام، الشرك هو الشرك مهما كان. مجرد أن الإنسان يصبح هناك في حياته شيء أهم من الله هو ده اسمه شرك، يصبح إله آخر. بالنسبة للإسلام هناك تصنيف للشرك، فهناك شرك أكبر وهو الإشراك في العبادة، وهناك شرك أصغر مثلا زي القسم بغير اسم الله يعتبر شرك أصغر، زي مثلا عدم الشكر على النعم يعتبر شرك أصغر، زي الرياء يعتبر شرك أصغر. ويقول العلماء، قرأت في هذه الجزئية، أنه لم يسلم مسلم من الشرك الأصغر، فالكل وقع تقريبا في الشرك الأصغر، إذا كان رياء أو القسم بغير اسم الله أو عدم الشكر على نعم الله إلى آخره من هذه الأشياء. يعني كل المسلمين تقريبا بحسب العلماء صحيح مشركين شرك أصغر. شرك أصغر، نعم. طيب، المسلم بيؤمن أن المسيحية دين شرك، صحيح. هل في أي آيات في الكتاب المقدس تثبت أن المسيحية دين أو عقيدة يعني بترفض الشرك؟ وأنا قبل أن أقدم آيات، أنا أحب أن أشير أنه الكتاب المقدس هو الذي علم البشرية أن هناك إله واحد، هو الكتاب الأول في هذا التاريخ من حيث كتاب. فالتوحيد معروف من آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى. وحدانية الله أمر معروف، حتى عند الوثنيين كان هناك بعض الرموز الواضحة جدا التي آمنت بوحدانية الله. لكن ككتاب يظل الكتاب المقدس هو الأول الأروع الأقوى الأوضح في إعلان أن الله لا بد وأن يكون واحد.
فنحن من علمنا العالم الوحدانية، وحينما أقول نحن أقصد أهل الكتاب إذا كان يهود أو مسيحيين. ما جاء لاحقا أخذ من هذه الكتب السماوية، لم يأتي بجديد. وخليني أشارك الأحباء المشاهدين بالآيات الواضحة في هذا الأمر. بداية في سفر التثنية 5 وهي الوصايا العشرة أيضا الموجودة في سفر الخروج، نجد أن الوحي الإلهي يقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، هذا كلام الرب، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما، مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. ده نص واضح أن السيد الرب يتكلم في الوصايا العشرة التي هي أساس الوصايا التي انبثقت منها وصايا عديدة جدا، يقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا مما في السماء من فوق مما في الأرض من تحت وما في الماء، حتى الكائنات البحرية لا تصنع شكل للعبادة وليس مجرد شكل، لا بد أن يكون الهدف هو العبادة. هذه واحدة. طبعا أنا سأذكر مجرد أمثلة في الكتاب المقدس، يعني رائع جدا في أنه يقدم دائما الحديث عن وحدانية الله. في إشعياء 5:45 يقول أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، لا إله إلا الله، ما فيش إله تاني غيري. يعني الأحباء المسلمين حينما يقولون لا إله إلا الله، قديمة موجودة في الكتاب المقدس، لا إله سواي، ما فيش حد تاني غيري. رجوعا إلى أيضا الكتاب المقدس وفي سفر إشعياء أيضا 45:21 يقول الرب أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. أنا ولا إله آخر غيري، لا إله آخر غيري، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله. طبعا رسول الإسلام كان في جزيرة العرب وكان يسمع اليهود وكان يسمع المسيحيين وكلهم يؤمنون بهذا الإله الواحد، فأخذ وقدم فلم يأتي بجديد. أيضا أشارك بآيات أخرى في تثنية 32:39 يقول السيد الرب انظروا الآن أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، أنا هو وليس إله معي. ننتقل إلى تثنية 4:35 السيد الرب يكلم شعب إسرائيل ويقول إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. فإذن هذه مجرد نماذج بسيطة جدا فيها الرب الإله يعلن عن ذاته أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله. إذا كان المؤمن سيقول لا إله إلا الإله الحقيقي وحده. فإذن الكتاب المقدس هو الأساس، هو الأصل، هو الكتاب الأول المعلم الذي قدم عن وحدانية الله ما هو كثير جدا لتنتشر هذه العقيدة في بقاع الأرض. كل يهودي وكل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس يؤمن أن لا إله إلا الله. صحيح، لأنه ده الموجود في الكتاب اللي هو بيؤمن به. مظبوط. حينما جاء الرب يسوع أراد أن ينتقل بالمؤمنين إلى ما هو أبعد من ذلك، ليس مجرد أن تؤمن وتنطق بلسانك، ولكن دخل المسيح إلى الأعماق، وما كان موجود في العهد القديم قدمه المسيح وبلوره، لأن في العهد القديم موجود أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. فإذا أصبح الإله ليس مجرد نطق بوحدانيته، ولكن أن يكون هو الأهم، هو الأول. فقال السيد المسيح في هذا الأمر في المحبة الخالصة الكاملة في متى 10:37 يقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. رائع الشخص المسيح أنه هنا يعلن أنه فقط هو الإله الوحيد الذي يستحق الحب الكامل، أن يكون هو الإطار الأكبر، أن يكون هو الأهم في الحياة، أن توجه كل نحوه ليس فقط كلمات لسان
ولكن المشاعر والقلب يفيض بالحب لهذا الإله الواحد. وهذا لم يأتي من فراغ طبعا، لكن لأنه هو القائل، ودي آخر آية ربما أستشهد بها في هذا الإطار، يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أعطني قلبك، مركز المشاعر، مركز الحب، هذا ما يريده الإله. فإذا وحدانية الله، عودة إلى سؤالك، نعم في الكتاب المقدس، هو الكتاب الذي علم العالم. نحن أهل الكتاب من نشرنا وحدانية الله بكتابنا المقدس الذي هو أكثر كتاب على الإطلاق في تاريخ الكتب توزيعا في العالم إلى اليوم. نعم، شكرا لك. طيب المسيح سمى بالوصية، بنعرف كلنا أن السيد المسيح سمى بالوصية، لا تزني كانت الوصية في العهد القديم، فجاء المسيح ليقول مش بس لا تزني، لا، من نظر إلى امرأة صحيح ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، لا تقتل، سمت الوصية إلى كل من أبغض أخاه فهو قاتل نفس. بالنسبة للشرك، يعني إذا قلنا وصية لا تشرك، هل المسيح سمى بالوصية دي؟ طبعا السيد المسيح دائما يعني معروف عنه هو صاحب التعاليم السامية التي لا يقف عند الأصول، لا يقف عند الثوابت المعروفة، ولكن يمتد إلى ما هو داخل القلب والروح والضمير. يعني مثلا في موضوع الآلهة، كان لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ما الذي قاله المسيح في الموعظة على الجبل؟ قال الرب يسوع لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما الله وإما المال. فأصبح هنا المال يمكن أن يكون إله والإنسان لا يدري. فهنا المسيح يعني وضح هذه الجزئية، أنه ممكن يكون واحد يؤمن بأنه لا إله إلا الله واحد، وأنه خالق كل هذا الوجود، ولكن تصبح مجرد كلمات تردد، لأن هناك إله آخر هو المال، وهكذا آخر له الإله والشهوة. إله آخر بمعنى هو المسيطر، يعني المال صحيح. هو المسيطر، هو اللي بيقود، هو مالك الإنسان. صحيح، هو الأول في حياته، هو الأهم. فممكن واحد المخدرات هو إلهه، واحد الفلوس هي إلهه. والكتاب المقدس واضح، في آية واضحة جدا كررت أكثر من مرة، قال الكتاب المقدس الطمع الذي هو عبادة الأوثان. فإذا المسيحية لم تقف عند الحرف، ولكن امتدت إلى أعماق الضمير الإنساني لتعالج النقاط التي لا ترى، وأن الإنسان ليس فقط مجرد كلمات يرددها، وإنما الإنسان أيضا قلب ومشاعر وضمير. فليس فقط أن يقول أن الله واحد، هذا يكفي لعقيدة التوحيد، ولكن القلب يجب أن يوجه بتمامه إلى هذا الواحد. وإلا فالكتاب المقدس سمى الاتجاه إلى إله آخر، إذا كان المال، إذا كان الشهوة، إذا كان الخطيئة أو أي شيء آخر، سمى الزنا الروحي في الكتاب المقدس. زنوا من تحت إلههم، لأنهم توجهوا إلى صنم آخر أو إلى إله آخر، لأن ارتباطهم المفروض يكون بالرب الإله الواحد. صحيح، تركوا الرب الإله وارتبطوا بإله ثاني فأصبح زنا روحي. صحيح. طيب بالنسبة لتاريخ الإنسان من خلال الكتاب المقدس، هل بنشوف أو حصل أنه شعب الله أشرك، وإيه موقف الله من هذا الشرك؟ ده سؤال رائع، أنا بشكرك عليه، لأنه دي مهمة جدا، لأنه بنشوف رد فعل الله، بنشوف كيف عالج الله الأمر. في الكتاب المقدس وقع شعب إسرائيل في الوثنية كثيرا، ده أول ما خرجوا من أرض مصر، وموسى خرج صعد إلى الجبل ليستلم لوحي الشريعة. نعم. على الفور صنعوا عجل من ذهب وعبدوه، وقالوا هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر، فوقعوا في عبادة الأوثان. كان رد فعل الإله عقاب، نقرأ سفر القضاة، كله عبارة عن ذهاب وابتعاد عن السيد الرب، اقتراب وابتعاد، عبادة أوثان ثم الرجوع إلى الرب حينما يؤدبهم ويعاقبهم. نجد أيضا في أسفار الملوك، وكيف أن هناك ملوك سقطوا أيضا في عبادة الأوثان. وكان تراكمات هذه الخطية أن الله أوقع عقابا قاسيا على شعب إسرائيل، لم يجامل شعبه، هذا هو الإله الذي نعرفه، وعاقبهم بالسبي، السبي الأشوري للدولة الشمالية والسبي البابلي للدولة الجنوبية يهوذا. فسر لي بس كلمة السبي، لأنه ممكن بعض الأحباء خصوصا المسلمين ما يكونوا بيعرفوا يعني إيه سبي. يعني لما كسرت خطايا شعب إسرائيل وبالذات هذه الخطية،
سمح بأن تأتي دولة أشور، وهي كانت الكبرى في ذلك الوقت، عاصمتها نينوى حاليا تقع في العراق طبعا، أن يأتي ملك أشور ويسبي الدولة الشمالية التي كانت عاصمتها السامرة إلى منطقة ما بين النهرين، يأسر الشعب يعني كأسرى. يسوقهم إلى منطقة اسمها حلح وخابور ونهر جوزان ما بين نهري دجلة والفرات في الشمال. ثم بعد حوالي تقريبا 100 سنة قامت دولة بابل كقوة ضاربة في الشرق وكانت هي الأقوى، وحينما كسرت خطايا يهوذا الدولة الجنوبية عاصمة أورشليم أيضا جاء البابليون وأسروا هذا الشعب إلى بابل، وظل في السبي 70 سنة كعقاب عقوبة من السيد الرب. إذن الكتاب المقدس كما قدم الإله الواحد الذي يجب أن يعبد من كل الفكر والقلب، قدم أيضا تعامل مع الذين أخطأوا بعبادة أوثان. فالكتاب المقدس ناصع واضح رائع في إعلان وحدانية الله الذي لا يجب أن يعبد إلا هو. ومع أنه شعبه ويسمى شعب الله المختار، لكن ما كانت في رحمة طول ما في خطيئة. وهذا هو الإله الذي يستحق أن تحنى له الجباه، لأنه لا يجامل ولا يعطي رخص لشعب ولا لنبي ولا لأي شخص آخر. الخطيئة عقاب على طول، في عقاب للخطيئة. طيب وصلنا صلب الموضوع، شرك آدم وحواء. نعم. أكيد عندك آيات صحيح عن شرك آدم وحواء، عاوزة منك بالراحة، لأنه خصوصا المسلم اتعود أنه يقرأ القرآن، مع احترامي لهم طبعا، بدون فهم يعني قوي للآيات. فعاوز المشاهد هو بيسمع الآيات يفهم من خلال بس القراءة قبل ما ندخل للتفاصيل. بكل سرور. الآيات واردة في سورة الأعراف 189 و190. يقول القرآن: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. دي النصوص القرآنية، آيتين في سورة الأعراف. نعم. طيب لأن في بعض الكلمات والتعبيرات يمكن تكون صعبة شوية، معلش هترجع تعيد مع شرح مبسط للكلمات جدا الآية. إذن نعود، هو المقصود به المفروض إله القرآن على أساس أنه الخالق، يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل منها زوجها أي حواء ليسكن إليها، يعيشوا مع بعض. فلما تغشاها يعني لما صارت بينهم علاقة زوجية حملت حملا خفيفا. خفيفا لأنه الحمل في بداياته بيكون خفيف، ما بتشعر به المرأة وبتتحرك بسهولة. فمرت به، مرت بشهور الحمل. فلما أثقلت، لما مرت الشهور وثقل حملها يعني في الشهر السادس السابع، دعوا الله آدم وحواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، ادينا صالح، الجنين ده يكون صالح يعني، لنكونن من الشاكرين، حنشكرك. فلما آتاهما صالحا، لما استجاب لطلبتهم وأعطاهم صالح، جعلا له شركاء فيما آتاهما. كان هذا الصالح سببا في أن يكون هناك الشرك في حياة آدم وحواء، فتعالى الله عما يشركون. ده شرح بسيط مبسط إلى النصوص الواردة في سورة الأعراف. طيب تعبير لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، إحنا بنتكلم عن نبي بيشترط، إنجاز لي التعبير إن أنا أقول يعني، هو بيشترط لو أديتنا صالح حنكون من الشاكرين. طب سؤال هنا، لو الله لم يعطيهم صالح، لو جاهم طفل معوق مش حيشكروا؟ حيكونوا من الساخطين أو من الكافرين؟ هي طبعا هنا بتبدو وكأن الشرط أنه آدم اشترط يعني لو آتيتنا صالحا حنشكرك. صحيح، وسؤال جيد يعني، طب لو لم يكن صالح؟ والمنطق، من الذي قال أن آدم يطلب صالح؟ هو آدم لسه اختبر ولد عاق أو ولد مش كويس؟ ده آدم، ده احنا بنتكلم عن رأس البشرية.
لسه ما عندوش أولاد، فكيف يطلب صالح وهو لم يختبر بعد أساسا أولاد طالحين أو صالحين ليطلب صالح؟ الكاتب يكتب بفكر الأيام التي تلت هذا الأمر بكثير، واختبر الإنسان المولود والصبي هل هو صالح ولا طالح، وبعد ذلك عرف الإنسان أن يطلب من الله صالح. فيكتب الكاتب القرآن يكتب بالثقافة التي جاءت لاحقا بعد سنوات طويلة. آدم لم يكن ثقافة عصره بكل تأكيد. بعدين في حتة شارطت ربي، احنا بنعرف انه حتى رسول الإسلام قال لعائشة هذا الكلام، أو ما علمتي ما شارطت عليه ربي، إنني بشر فأي المسلمين سببت أو لعنته فيجعله له زكاة وأجرا. فواضح انه الشرط ليس أمر كما ننظر له نحن أهل الكتاب، انه أمر الجلل ولا يليق بجلال الله أن نشارط أو أن يكون هناك واحدة بواحدة اعمل دي وأنا هعمل دي. فالسؤال طبعا مقدر يعني. طيب هل كلمة صالح يعني أو تعبير صالح يعني مقصود بها الصالح اللي احنا بنعرفه، ولا مقصود بها حاجة تانية؟ يعني أنا أنت دخلتي لجزئية يعني فيها اختلاف كبير جدا بين الأحباء المسلمين بين العلماء، يعني اختلاف اختلفوا في كلمة صالح، وليس اختلاف عادي، ده اختلاف غير منطقي، اختلاف لا يمكن قبوله بأي عقل ولا بأي منطق، وأنا لا أعرف كيف هضموا هذا الأمر. خلينا أشارك الأحباء المسلمين في النصوص. في تفسير الطبري لسورة الأعراف 189 يقول الطبري: فقال بعضهم ذلك هو أن يكون الحمل غلاما، دي بداية، أن يكون الحمل غلاما. غلاما إيه؟ غلام كويس يعني ولا غلام إيه؟ أن يكون غلام ما يكون أنثى. يكون صبي. ولد. يكون ولد. أن يكون الحمل غلاما، ده معنى من المعاني لكلمة صالح. يعني مش بنت، مش عايز بنت آدم. طب وهل ده فكر آدم ولا فكر جزيرة العرب ووأد البنات اللي كانت البنات بتوأد؟ ده ليس فكر آدم، ده واحد الكاتب ده بيكتب بثقافته هو أن البنت يعني مرفوضة وعايزين ولد، فبالتالي وضع هذا الفهم في على لسان آدم، وكأن آدم وحواء هم اللي بيطلبوا أن يكون غلام. آدم لا يفكر بهذا المنطق لأنه لم يكن بعد هناك أنثى وولد، ولا لم يكن هذا التقنين أساسا موجود أن الولد أفضل من البنت. فإذن دي أول جزئية، ولكن ليس هذا هو اللا منطق الذي أنا أتكلم عنه، لا، فما هو قادم هو يعني أغرب من ذلك. وقال آخرون، وما زلت أقرأ في الطبري: بل هو أن يكون المولود بشرا سويا مثلهما ولا يكون بهيمة. عن ابن عباس قال: أشفق أن يكون بهيمة. الجنين جنين حواء خايفين أنه هم يكون يعني تلت حواء بهيمة. صحيح، تلت حيوان. تخيلي يعني هل ده منطق آدم وحواء أنه يكونوا خايفين أنه يكون المولود بهيمة مش إنسان؟ طيب الفهم ده ممكن يكون وصل لآدم وحواء كيف؟ يعني حواء وآدم شايفين الخليقة بتتوالد قدامهم، يعني الطيور بتلت طيور والحيوانات تلت حيوانات، وكل حيوان بيلد جنسه، يعني الأسد حيلد أسد، الزرافة حتلد زرافة. صحيح، ما أعتقدش إن هم شافوا مثلا يعني بدون مؤاخذة كلب بيلد فأر مثلا. طب الفهم ده جاهم من فين؟ إزاي إنسان حيلد حيوان؟ صحيح، ده سؤال إحنا بنطرحه، لكن له ما يبرره أيضا في التفاسير الإسلامية. أتاري الموضوع ده فكر الشيطان جاء إلى آدم، وأنا أقدم هنا النص عن سعيد بن جبير أيضا في الطبري: لما هبط آدم وحواء، طبعا لما هبطوا من الجنة اللي كانت في السماء، ألقيت الشهوة في نفسه، طبعا في السماء حسب التفسير الإسلامي، حسب العقيدة الإسلامية مش عقيدتنا. نعم. ألقيت الشهوة في نفس آدم فأصابها، يعني كان في علاقة زوجية بينهما، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها، قالت: ما هذا؟ فجاءها إبليس فقال: أترينا في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضئنة أو ماعزة هو بعض ذلك. تخيلي أنه حواء لما حبلت وأثقلت وتحرك الجنين في بطنها قالت: ما هذا؟ إيه ده اللي في بطني اللي بيتحرك ده؟ فجاءها الشيطان
فقال لها انت شايفه ايه قدامك؟ مو هي يا بقر يا ضأن يا ناقه، حيكون واحد منيهم يعني زيه. فاذا اصل الموضوع حسب التفاسير الاسلاميه ان الشيطان هو من اوحى بهذه الفكره البائسه المتهالكه الى ادم وحواء، واقتنع بها النبي ادم واقتنعت بها زوجته حواء، وبالتالي راينا ما راينا في مستقبل الأحداث من اقتناع آدم وحواء، حنشوف كوارث بعد كده يعني. طيب في أي تفاسير تانية ولا بس كده؟ لا، في أبو جعفر واحد من العلماء يعني. نعم. هو حس إنه في مشكلة وحب إنه هو يصلح كلمة صالحة. فماذا قال؟ قال والصلاح قد يشمل معاني كثيرة. منها الصلاح في استواء الخلق، يعني الرجل لم ينكر أن يكون ما فهمه آدم صحيح، استواء الخلق أن يكون إنسان أو استواء الخلق أن يكون سويا في خلقه. ومنها الصلاح في الدين والصلاح في العقل والتدبير. ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح دون بعض، فيقال إنهما قالا لئن آتيتنا صالحا بجميع معاني الصلاح، يعني كل معاني الصلاح الرجل ضمها لينتهي من هذه الإشكالية، ويقول أن كل معاني الصلاح موجودة في كلمة اعطنا صالح، بمعنى أن يكون ولد، أن يكون سوي الخلق فلا يكون بهيمة، أن لا يكون فيه أي تشوهات، وأن يكون صالح في أخلاقه إلى آخره. مع أنه الطفل ما بيولد بأخلاق يعني، إذا جاز لنا التعبير يعني، مش هيولد وهو مثلا مش حرامي. صحيح. يعني حسب ما هيربي أبوه وأمه. لكن أنا لفت نظري في التفسير أنه ما فيش خبر عن الرسول. نعم. يأكد أو ينفي، هل ده معناه أن الرسول ما كانش فاهم معنى كلمة الصلاح؟ هو على كل الأحوال رسول الإسلام فسر قرآن كثير، يعني لما بنشوف في البخاري في يعني أبواب عن تفسير القرآن. أنا أستغرب أنه لم يتعرض إلى هذه الجزئية يعني. وبعدين ليست الجزئية الوحيدة اللي اختلفوا فيها ومش عارفين المعنى يعني. دي كلمة. كلمة صالح اختلفوا فيها. فلا أدري لماذا لم يتعرض لها، أنا لا أعرف بصراحة. طيب خليني أذكر الأحباء المشاهدين، إحنا في انتظار مكالماتكم، في انتظار مشاركاتكم، شاركونا عشان نعرف أنكم أنتوا معانا، الحلقة بتفيدكم، بتقدم معلومات، بننتظركم يعني في أي لحظة. وأنا بعد شوية هنبتدي ناخد المكالمات. أخ وحيد، سؤال عن التفاسير دي كلها، هل الكتاب المقدس فيه ذكر للقصة دي؟ وده سؤال جيد. هذه القصة لم ترد في الكتاب المقدس على الإطلاق، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ولا في كتابات المسيحيين اللي كتبوا في قصة آدم وحواء خلال 2000 سنة. 2000 سنة، أنا ما بتكلمش عن 200 سنة، 2000 سنة لم يخطئ واحد ويقدم هذه القصة. دعيني من ذلك، رائحة هذه القصة، رائحتها لا وجود لها لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. من أين أتى بها الأحباء المسلمون؟ هذا سؤال مهم جدا. طيب يعني احنا شفنا دلوقتي كلمة صالح حصل عليها كل الاختلاف. نعم. مع انه احنا موضوعنا شرك آدم وحواء. صحيح. فأنا ما عارفة إذا كان كلمة صالح عملوا اختلفوا فيها بالطريقة دي، فالشرك بتاع آدم وحواء يعني هل اختلفوا ولا أكدوا أنه هما شركاء؟ هما برضو في اختلاف، وهم أكدوا أنه في الشرك، ولكن صنفوه كشرك أصغر وليس شرك أكبر. وصنفوه أنه شرك في الطاعة وشرك في التسمية وليس شركا في العبادة. فآدم لم يعبد غير الله وحواء كذلك، ولكنهما أطاعا الشيطان زي ما هنشوف في التفاسير أطاعوه في إيه، وهذا هو الشرك، في إطاعة الشيطان وفي تسمية المولود بالاسم الذي اقترحه الشيطان. فخلينا أحسن ندخل إلى التفاسير، ربما هي تكون أوضح. إلى المشاهدة، أنا سميت التفاسير لأني وجدت هذه القصة في كل التفاسير التي قرأتها. اتفقوا هذه القصة موجودة
ربما بألفاظ مختلفة، ولكنها في كل ما قرأت من تفاسير وقرأت الكثير من التفاسير هذه القصة موجودة. ولذلك لم أعنون هنا الطبري أو القرطبي أو الجلالين، أو عنونتها بالتفاسير. إذا نقرأ ما وجدت في التفاسير. أتاهما إبليس لعنه الله فقال، أتاهما أتى لآدم وحواء، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له، أي للجنين يعني اللي في بطن حواء، قرني أيل. يعني إيه أيل؟ أيل نوع من الغزلان. فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث، هو بيقترح الاسم ده عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت، يعني الثاني، حملت الثاني حواء، فأتاهما أيضا فقال، أنا صاحبكم الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قول تعالى، جعلا له الشركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. يعني إذن هنا بنشوف إنه الشيطان جاء إلى آدم وحواء وبدأ يخوفهما، ده اللي في بطنك، أنا يعني بقترح إنه تسموه عبد الحارث، ولو ما سميته أنا هخليه شق بطنك ويخرج، ومش في تفاسير أخرى يخرج من أنفك، و يعني أشياء أخرى كثيرة. فرفضوا يسموه، فموت الأول، والمرة الثانية موت الثاني، فالثالث أدركهما حب الولد فرضوا فسموه عبد الحارث فعاش. هذه هي القصة الموجودة في التفاسير كلها تقريبا، كل التفاسير. طيب ناخدها يعني جزئية. أنا فوجئت أنه الشيطان بيعلن عن هويته لآدم وحواء، أنا الشيطان وأنا الشيطان اللي أخرجكم من الجنة. صحيح. يعني كمان بيذكرهم باللي هو عمله فيهم يعني. وده شيء غريب، يعني كيف الشيطان يعلن عن هويته قدام الإنسان؟ لا يمكن أنه يكون الشيطان أذكى من كده بكثير. الشيطان يأتي في ثوب قداسة، في ثوب الصلاح، يغلف سمه بالعسل علشان الناس تقبل. لكن لا يمكن أن الشيطان يأتي ويعلن أنا الشيطان. لا، والكارثة هنا إيه؟ الذي أخرجكم من الجنة. لا. يعني بيعلن عن الكارثة الأساسية اللي هو عملها لهم، يعني أنه أخرجهم من الجنة. هتطيعوني ولا أنا هعمل اللي أنا أعمله؟ لازم تسموه عبد الحارث. مين هو بقى عبد الحارث؟ الحارث ده اسم الشيطان وفق التعاليم الإسلامية، أنه اسم الشيطان في السماء اسمه الحارث. فحينما يسمونه عبد الحارث يعني عبد الشيطان، عبدي أنا. فبيقترح أن يسمى هذا الجنين، هذا المولود، عبد الحارث، عبده هو عبد الشيطان. يعني المطلوب مني كحواء أن أسمي ابني عبد الشيطان. صحيح. ووافقوا حسب القصة أنه في الآخر وافق آدم وحواء على هذا الأمر. وده بيخلينا نفكر أنه إذن عبادة الشيطان الموجودة النهاردة في العالم ليس شيء جديد. يعني أتاري آدم يعني مخترع هذا الأمر، وهو الذي يعني تطرف فسمى ابنه عبد الشيطان عبد الحارث. فالموضوع قديم إذن، ليس جديد. إن إحنا حنتكلم عن اللي بيسموا أولادهم دلوقتي أسماء مختلفة أو عبدة الشيطان، لا، ده موجود من زمان. آدم ابتكر هذا الأمر. النبي عند المسلمين آدم نبي، ده النبي الأول، النبي الكبير آدم العظيم ارتضى أن يسمي ابنه عبد الحارث. وبعدين بيقولوا أنه آدم أطاع الشيطان بس هو ما عبده. صحيح. يعني ما كان شرك أصغر لأنه ما كانش عبادة. صحيح. طيب هي كلمة عبد بتعني إيه لما نسمي ابنه؟ ما هو يا عبد الله يا عبد الشيطان. صحيح. يعني إحنا لما بنسمي عبد المسيح مثلا، من فين جات التسمية؟ صحيح. إحنا بنعلن أن المسيح هو الله، وأنا أسمي ابني عبد هذا الإله، عبد المسيح. وأنا أسمي هذا الاسم وأنا مقتنع تماما أنه المسيح هو الله الذي ظهر في الطبيعة البشرية، وبالتالي ابني ده عبد. صحيح. لهذا الإله. فأنا يعني
ما هو موقفي حينما أسمي ابني عبد المسيح؟ أنا مؤمن بأن هو يستحق العبودية وأسميه عبد المسيح. فكيف آدم النبي جعل الشيطان مستحقا أن يسمى ابنه عبد الحارس؟ ولاحظي أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة، يعني معروف لديهم من هو. نعم. طيب في جزئية موت الابن الأول والثاني، مين اللي موت الابن الأول والثاني؟ مين اللي موته؟ يعني الشيطان ولا الله؟ الشيطان. يعني الشيطان في إيده إن هو يميت البشر حسب القصة قدامنا. نعم. أنت أنت لمست جزئية بالمناسبة أنا كنت مصدوم وأنا أقرأ في هذا الموضوع، لأن علماء الإسلام انشغلوا كلهم بأمر واحد وهو تصنيف شرك آدم. هل هو شرك أكبر أم هو شرك أصغر؟ هل هو شرك في العبادة أم هو شرك في التسمية وفي الطاعة للشيطان؟ انشغلوا بهذا الأمر، وأنا صدمت أنهم نسيوا الكارثة الأكبر. أين الله في هذه القضية؟ وكيف يتحكم الشيطان في كل الأمور وهو الذي يميت الابن الأول والله لا يتدخل، بالرغم من أن آدم رفض أن يسميه عبد الحارس، ثم يميت الابن الثاني والله لا يتدخل، ثم لما يخضع آدم وحواء ويسموه عبد الحارس يرضى الإله ولا يتدخل فيعيش هذا الولد، ويزكي الإله ما يفعل الشيطان في الإماتة وفي ترك الولد يعيش. هذا أمر يعني غريب جدا لم يتعرض له ولا عالم. يعني وكأني أشم رائحة مؤامرة بين الله وبين الشيطان على آدم، يعني وكأن الله عايزه يشرك، أنا هموت لك الأول أو حسيب الأول يموت والتاني يموت لحد ما تسمي ابنك عبد الحارس وخلاص وأنا راضي. صحيح. ده كلام غريب. طبعا غريب وخطير جدا طبعا إنه هذه تعاليم، وبالمناسبة هذا ليس مجرد يعني كلام، يعني ده أنا لسه عندي ما هو أكثر من ذلك. طيب قبل الأكثر خليني بس أخذ مكالمة أو اثنين. معنا أبو محمد من الرياض. ألو. ألو. أيوة تفضل. ألو مساء الخير. مساء النور تفضل. تحية طبعا للجميع. أهلا وسهلا. أنا في الموضوع يعني كباحث، بس الأخ كباحث يعني يجب أنه يعلم أن هنالك يعني ما بين التفسير الموجود للكتاب القرآن الكريم، يا أما تستند على أحاديث صحيحة واضحة أو تكون هذه الأحاديث موضوعة وضعيفة. معي؟ نعم. إن كان يعي هذا الأمر، إذا كان يعي هذا الأمر يعطينا تخريج لهذا الحديث اللي فسرت في هذه الآيات، ويثبت أيضا أن المعني بهذا الكلام هم آدم وحواء، هذا الإثبات. أما قضية أنه الله سبحانه وتعالى تعاون مع الشيطان ليضل آدم فهي ليست الأمور كذلك، ولكنها أقدار الله الجارية التي جعلت مريم عليه السلام تلد من غير ذكر، أليس كذلك؟ يا أخ أبو محمد، هذه أقدار الله الجارية أليس كذلك؟ تسمعني يا أخ أبو محمد؟ أسمعك جيدا. طيب ما هما أهم علمين في القرآن عندك وأنت رجل مسلم؟ أهم علمين للقرآن؟ كيف؟ أهم علمين. أهم علمين في القرآن، ما هما أهم علمين في القرآن عندك؟ القرآن هو في ثلاثة أقسام. القرآن عقائد، شيء يتعلق بالعقائد، وما يتعلق بالأحكام، وما يتعلق أيضا في القصص. لا أنا أتكلم عن علوم القرآن. أنت تعرف كمسلم أن علوم القرآن كثيرة، ومن أهم علوم القرآن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، أليس كذلك؟ أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، نعم هذه كلها. طيب ما رأيك أن ما قرأته أنا هو أسباب نزول للقرآن؟ أنا لا أتكلم فقط عن أحاديث، أنا عندي حديث من فم. اسمعني أنا سأعطيك الفرصة. أنت كباحث، اسمعني دقيقة، أنت كباحث يجب أنك تعلم وتوقن أنك تبحث عن الحق في البداية. هذا ما تلان أمام عينيك، أنك تبحث عن الحقيقة بكل ما تعني هذه الكلمة. بعد ذلك تبحث في هذه الأدلة الواردة في هذه الكتب، كتب التفسير. هل هي هذه الأدلة التي تفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، هل هي أدلة صحيحة معترف بها عند المسلمين؟ أم أنها
وردت في هذه الكتب، لأنك تعلم أن أيضا ورد في كتب التفسير أحاديث موضوعة. ممتاز، كلامك صحيح وأنا أؤكد كلامك، لكن اسمعني اسمعني ثواني يا أبو محمد، أنت لازم تديني معك فرصة كمان. أنت لازم تعرف يا أبو محمد أن هذا الحديث من فم رسول الإسلام شخصيا، وصححه الحاكم النيسابوري وقال أنه صحيح. ما رأيك؟ هذا واحد. الأمر الثاني يا عزيزي، ما هو السند في هذا؟ في هذا ما هو السند؟ أنا أتكلم معك الآن، أنت سألتني هل الحديث صحيح؟ الحديث صحيح من فم رسول الإسلام، صححه الحاكم النيسابوري وقال صحيح. أتلومني أنا؟ لماذا تلومني؟ ومن أورده من أهل السنن؟ وهل ورد عند البخاري ومسلم؟ أنت لا تعرف من هو الحاكم النيسابوري؟ أنت رجل سني أم شيعي؟ مش أنت سني؟ لا يهم ذلك. لا يهم يا عزيزي، لأنك لو سني سأتي لك بمراجع السنة، ولو شيعي سأتي لك بمراجع الشيعة. مراجع المسلمين عموما، تعتمد مراجع المسلمين عموما، وأهل السنة أنت تعلم أنهم أحرص الخلق على. ممتاز، يعني حضرتك سني. حضرتك سني. من المؤكد أني سني، ولو لم أكن سني لما. ممتاز عزيزي، هذا الحديث صحيح، صححه الحاكم وقال حديث صحيح. ماذا بعد ذلك؟ هذا لا يكفي. عندما تقول صححه فلان، أعطني هذا الحديث بذا، أعطني الآن من التعليق عليه أو من الهامش أو من الحاشية ما يثبت. هذا دورك يا عزيزي، أنا دوري كباحث كما ذكرت أنت في البداية أني أوثق المعلومة. ثواني يا أخ أبو محمد، أنا دوري أوثق المعلومة، أنا وثقت المعلومة. المعلومة الحديث صحيح، الحديث قاله رسول الإسلام، الحديث أسباب نزول يا عزيزي، أسباب نزول قرآن. فأنا إذن لم أخترع أنا هذا الأمر. الأمر إذن عليك أن تعالجه. عندي سؤال لك يا أستاذ محمد، ما معنى صالح؟ ما معنى أن آدم وحواء يطلبوا صالح من الله؟ ما الصلاح مقصود بالصلاح بمعنى العام، أن تكون صالحا في عبادتك وتوجهك لله. هل هذا إجماع علماء عندك؟ هذا هو الصحيح. هذا أنا بسأل حضرتك، أنا لا أريد رأيك، مع احترامي لك. أنت الآن طلبت مني توثيق وأنا احترمتك. أنا الآن لا أطلب من حضرتك رأيك الشخصي، مع احترامي لك أنا أطلب توثيق. هل هذا إجماع علماء عندك؟ عندما تطلب رأيي في مفردة فأنا أفيدك بها حسب ما أعلمه من اللغة العربية، لأن هذا أيضا معتبر عندنا كمسلمين في تفسير القرآن. ليس لرأيك أي قيمة عند المسلمين يا عزيزي. لن يقولوا أبو محمد فسر القرآن، سيقول القرطبي والطبري وابن كثير وهؤلاء. أنت أوردت قصة ولم تورد مفردة فقط، أنت أوردت هذه القصة وأنا القصة أثبتها. القصة مثبتة عندك، والحاكم النيسابوري أثبتها، وهي أسباب نزول. الآن أنت يجب عليك أن تحل هذه القضية يا أخ أبو محمد، وأنا بشكرك لأجل المداخلة، ولكن ما قدمت وما سأقدم من إجماع العلماء ليس في هذه الحلقة، فهذه الحلقة أو هذا الموضوع مقسم إلى حلقتين بنعمة الرب. ما سأقدم لك لاحقا في الحلقة القادمة بنعمة الرب يسوع هو أيضا أمر يحتاج منك ومن الباحثين من الأحباء المسلمين إلى ردود. كيف يشرك آدم النبي الأول؟ هذه كارثة يا عزيزي، آدم لم يشرك بالله على الإطلاق. شكرا لك يا أخ أبو محمد. شكرا لك يا أخ أبو محمد. معنا مارك من أمريكا. ألو. أيوه، مساء الخير. مساء النور، تفضل. أهلا أخ. سلام الرب يسوع معكم. سلام يا عم. أولا ربنا لما خلق الإنسان قال على صورتنا ومثالنا، فإزاي على صورتنا ومثالنا يجي ماعز أو ناقة أو بقرة أو غزال؟ أو يعني دي حاجات يعني مقززة، يعني ال الكلام ده لا يمكن أبدا يكون عقل عاقل، ده عقل ملوث. يعني اللي يقول إن الإنسان يجي على ناقة أو 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 بقرة أو غزال أو بتاع، ده عقل ملوث، لا يمكن أبدا يكون عقل عاقل. ودي ال 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 البادية، عقل البادية، صدقيني. ده أنا آسف قوي قوي إن أنا أسمع الكلام ده. الله منزه عن هذا الخطأ ومنزه عن الكلام القميء اللي بيدعوه الناس دي. شكرا لك يا أخ مارك. معنا ميرنا من أمريكا. ميرنا، ألو. سلام المسيح أختي فدوى. سلام ونعمة، تفضلي.
ربي يبارك حياتك أستاذ وحيد، ألف مبروك على هذا البرنامج الرائع الذي يعلم كل من المسلم والمسيحي أيضا. عندي سؤال. الشيطان شخصية محورية جدا جدا في الإسلام، سواء كان في الآيات القرآنية أم الأحاديث النبوية. سؤالي، هل هناك مغزى معين لهذا الوضوح الشديد لشخصية الشيطان؟ وإن كان هناك مغزى فما هو؟ أشكرك، وطبعا في ناس كتير عايزين الخط، فربي يبارك حياتكم ومع السلامة. شكرا ليكي. معنا دكتور غالي من كندا. ألو. أهلا دكتور صدوى والأستاذ الحبيب وحيد. أهلا دكتور غالي، ربي يباركك، مبسوط أسمع صوتك. أنا اللي أخذت بركة كبيرة أستاذ الحبيب. أنا بس تعليق صغير على الأخ المسلم اللي اتصل بحضرتك وبيطالب بتصحيح الحديث. لو هو يحب يروح سنن الترمذي وأقول له السند بالكامل، حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدني المقرئي ببغداد سنة أبو قلابة سنة عبد الصمد بن عبد الوارث سنة عمر بن إبراهيم عن سبعدة عن الحسن عن صبر بن جندب، يقول قصة الحديث اللي حضرتك ذكرته بالكامل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حواء لا يعيش لها ولد فنظرت لأن عاش لها ولد تسميه عبد الحارث، وهذا حديث حسن. يفتح سنن الترمذي ويقرأ ويكتب السند بتاعه، ولو يحب كمان يطلعه من تيسير الوصول لأحاديث الرسول ويقرأ السند أيضا موجود فيه، ودرجة الحسن الصفحة والرقم والرقم 3077 سنن الترمذي حسن درجة الحديث. حاجة تانية بس صغيرة، القصة دي على فكرة رسول الإسلام لم يخترع شيئا، ولكن رسول الإسلام دايما كان ناقل. القصة دي اتذكرت من ضمن الأساطير القديمة في القصص الأغريقية، من ضمن الأحجار اللي اتذكرت لما كان بيحكوا على الجد اللي هو الذي آدم اللي هو كان عمل الحاجات دي كلها. فالقصة دي مش مذكورة طبعا باسم ابن الحارث، لكن مذكور إن ابن هذا الرجل كان يموت ولذلك وعد أن يكون له ابن للشيطان. قصة طويلة أخذها الرسول كالعادة ووضعها، وحاول بس أنا مش عندي مش جاهزة بالتفصيل، لكن كنت قريتها مرة من المرات وحاول أجيبها مرة، وإن شاء ربنا ودبر نبقى نتناقش فيها. ربنا يبارك حياتكم مرة تانية ويحافظ عليكم يا رب ويستخدمكم دائما لمجد اسمه. شكرا لك. ناخد إسماعيل من الكويت. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضل. بالنسبة للأخ وحيد ذكر أن الشيطان أمات الولد الأول وأمات الولد الثاني، إحنا كلنا سمعنا القصة كما أوردها الأخ وحيد، ما في أي شيء يدل على أن الشيطان هو الذي أمات. هذه النقطة الأولى. وبالنسبة لنقطة صالح، يعني القرآن في قصص القرآن لا يريدها، لا يقولها لنا مفصلة، لأن هذا سوف يأخذ، لو أن القرآن في القصة قالها بالتفاصيل سوف تكون عندنا آلاف آلاف الصفحات. ولكن قصص القرآن عموما يعني تأتي مجملة وغير مفصلة، ولأن الهدف من القصة هو فقط يعني للمعرفة وللحكمة. أستاذ إسماعيل، مرحب بك حبيبي. أنا بس عندي مجرد تعليق، ممكن أنت بعد ما تخلص المداخلة على الفور تمسك الطبري أو القرطبي وتقرأ وستجد كلمة أن الشيطان أماته، والشيطان بيهدد. معلش أنا أقيم عليك كتبك حجة، أنا لا آتي بكتاب كتبه مرقس ولا بولس، أنا آتي بالكتب التي تعلم في كليات الشريعة الإسلامية إلى اليوم، هي المعتمدة عندكم. وحينما أتكلم لابد أن أرى الحديث إن كان صحيحا، موضوع ما بجيبه خلاص حديث ضعيف، لكن حينما أجد أن الحاكم النيسابوري صحح الحديث وقال صحيح وأن الحديث أسباب نزول، فهنا أنا أعتبر حجة قوية. هذا أمر. الأمر الثاني، ما رأيك في كلمة صالح؟ آدم يطلب صالح، يعني وريني كده إزاي آدم الذي لا يعرف الصالح أو الطالح من الأولاد يطلب من الله صالحا؟ أنا أقول لك يا أخ وحيد أن قصص القرآن لا تأتي مفصلة، لو أن القرآن فصل لنا كل قصة لوجدت من القرآن آلاف آلاف الصفحات، ولكن القرآن يذكر لنا القصة مجملة نعم يعني بدون تفصيل، والهدف منها هو العلم والموعظة فقط يا عزيزي. هذا يعني لو كل القرآن بيأخذ
ستكون القرآن آلاف الصفحات، وهذا يعني هذه التفاصيل ليست مهمة. هذه عزيزي إسماعيل، نحن لا نتكلم عن تفاصيل، بدليل أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. فإذا كان الموضوع عادي عابر لما اختلف العلماء في هذا الأمر لدرجة أن الصالح أصبح أن يكون إنسان بشر وليس حيوان، هل هذا شيء أمر طبيعي يا أستاذ إسماعيل؟ هل المنطق يقول أن آدم يطلب صالح وهو لا يعرف الصالح من الطالح؟ هناك تفاصيل داخل القصة القرآن لم يذكرها، أكيد كان هناك حوار، وأكيد كانت هناك أحداث، وأكيد كانت هناك أشياء وأشياء. هذه التفاصيل هذه لا تهم يا أخ وحيد، يعني ولا يجب يعني نحن كبشر أن نضيع وقتنا بأن نضيع وقتنا في تفاصيل. هذه أمور ليست عقائدية ولا تهم كثيرا يعني. هذه الأمور يا عزيزي تفصيل وهكذا. اسمعني، أنا كإنسان باحث عن الحقيقة، عفوا أخ وحيد، هي فضل. يعني كلمة واحدة، أنا كإنسان باحث عن الحقيقة لا أضيع وقتي في تفاصيل. أسألك سؤال التفاصيل. حتى تعرف عقيدية فقط. طيب أنا أديك في هذا الأمر موضوع عقيدي من الدرجة الأولى، هل أشرك آدم أم لا؟ في هذه نعم القرآن واضح. طيب يا عزيزي، آدم النبي أشرك، هل الأنبياء معرضون إلى الشرك؟ كيف يشرك النبي؟ فما الذي تبقى لباقي الناس؟ النبي وفي النهاية بشر، وما في أحد من المسلمين قال إن الأنبياء كاملين، يعني حتى احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حد قال انه كامل، القران قال وانك لعلى خلق عظيم. فما في شيء باعتبارنا بشر واب وضعف، يعني ارتكب خطا، ولكن اكيد يعني في النهايه هناك تكمله يعني للقصه انه النبي موافق. دعني اسمح لي اسالك سؤال اخر يا استاذ اسماعيل، اخر سؤال لن اطيل عليك، يعني ما هي الخطيه في القران التي لا يغفرها الله؟ يغفر كل شيء. فاهم قصدك الا من تاب، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك الا ان يشرك به، يتوب الله يغفر له. يعني اذا ما قيمه النص، ولكن الا من يعني تاب. يعني يعني المسلم لو زنى وما تاب الله بيغفر له؟ لا ما يغفر له، لازم يستغفر. طب ما قيمه النص اذا انه ليغفر كل شيء ما عدا الشرك؟ لو كان الشرك برضه هيغفر لو تاب عنه، ما قيمه النص اذا؟ في هناك اشياء يا استاذ اسماعيل حينما تقراها دقيقه، انا اقول لك انت مسالتني تفضل، انت انطني يعني ان اجابك، لان الشرك يحبط جميع الاعمال، يعني مهما عملت صالحا مهما عملت خير اذا انت اشركت يحبط جميع الاعمال، لكن انت اذا سرقت واذا زنيت انت سوف تحاسب، وفي النهايه سوف توزن اعمال الخير واعمال الشر اللي انت عملتها، فاذا رجعت اعمال الخير انت سوف تكون من اهل الجنه، اما بس اذا في الحالتين اعمال الشر فانت سوف تكون صحيح من بس من في الحالتين، لكن الشرك يحبط جميع اعمالك. لكن لو رجعت عن الشرك حيغفر لك مش كذا؟ شلون؟ اذا رجعت عن الشرك وتبت عن الشرك سيغفر لك الله؟ إيه نعم. اذا ما قيمه النص؟ اي نعم سوف يغفر لك الله. هذه هي المشكله يا استاذ اسماعيل، ان هناك نصوص تحتاج الى مراجعه وتحتاج الى تفكير. انت كمسلم اتولدت كده وحفظت كده، انا غيرك، انا ببص بعين اخرى، ببص بعين ربما اهل كتاب اشياء كثيره لا نقبلها، وبالتالي عين مفتوحه بنعمه المسيح، عين لها بصيره ربما مختلفه عن الاحباء المسلمين، ليس معنى افضل واسوأ ولكن مختلفه، لها رؤية مختلفة. ربي باركك يا أستاذ إسماعيل، بشكرك من أجل اتصالك واهتمامك ومداخلتك. شكرا لك. ناخذ كمال من مصر. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، تفضل. ألو مساء. ألف مبروك على البرنامج الجديد ده، وأنا لسه النهاردة ده تاني يوم أتفرج عليه، وكان الأستاذ وحيد أول ما طلع البرنامج قال هو محضر لنا مفاجأة. لكن انا سؤالي بعد اذن حضرتك خارج عن الموضوع ادم وحواء، انا معاك كمان صحه مخيل من مصر. اهلا يا هل خير. فعلا هل فعلا سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق سنتر وعايش بره؟ لان السؤال ده بيتردد بيننا وبين بعضينا كده اهو، وقالوا ان حضرتك هتجيب لنا مفاجاه. اوكي شكرا. شكرا ليك يا اخ كمال. ناخذ كمال من استراليا. شكرا. ألو ألو أخ كمال من أستراليا. صباح الخير. صباح النور، تفضل. أهلا أخ كمال.
في 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 تعليقين لاخ وحيد واخت فتوى انه ربنا لما في الانجيل لما خلق ادم وحواء لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض، هل كان هو عارف ان هيبلوها يعني حمير وقرود؟ الحاجه الثانيه السؤال ايه معلش الحته الاولى هو كان عارف ايه؟ انه اثمروا واكثروا واملأوا الارض يعني كان هيبلوها يعني ربنا كان عارف انه كان هيبلوها حمير وقرود مثلا؟ ربنا كان عارف ايه؟ كان هيخلفه يعني بهايم هيخلفه بهايم اوكي. الحاجه الثانيه ان بعض الاخوه المسلمين حاليا لما كانوا بيعرضوك بالنسبه للاحاديث وصحتها، طيب ما ياخدوا الموضوع ده لعلماء الاسلام في الازهر والسعوديه يقولوا بقى شيلوا الاحاديث دي وروحوا دماغنا، احنا كده كده مش عارفين راسنا من رجلينا مثلا. صحيح. شكرا ليك يا اخ كمال. بارك ليكوا كتير وانا بحبكم النهارده لاني اول مره اتكلم معاكم. الله يخليك يا اخ كمال، صلي من اجلنا. شكرا ليك. أوكي. شكرا ليك، ربنا يبارككم. الله يبارككم. سلام. وحيد يا ريت تجاوب لنا على الاسئله. هي مداخلات اكثر منها اسئله، وانا بشكر الاحباء اللي شاركونا. يعني الاخ مارك ذكر حته جميله برضو انه الله حينما خلق الانسان قال نعمل الانسان على صورتنا ومثالنا، فبالتالي يعني ادم ده سمى كل الحيوانات، فمش ممكن يفكر انه المولود ممكن يكون شيء غير ادمي. الأخت ميرنا، الشيطان الواضح وضوح كبير في الإسلام، ربما هو مش واضح زي ما هي بتذكر، هو متكلم عنه كثير خالص. يعني المسلم أنا بعتبره مظلوم، المسلم لو ما سماش الشيطان يأكل معه، لو دخل البيت ما سماش الشيطان يدخل معه، يعني حتى في الفراش مع زوجته لازم يسمي وإلا الشيطان هيشاركه، لو دخل الحمام وما في شيطان. إحنا بنتعلم شيء مختلف، المسيحي بيتعلم انه معاه ملاك. نعم. من واحنا اطفال صغيرين. نعم. انه الملاك معك، هو بيتعلم انه معاه قرين، معاه قرين من الجن، يعني معاه في كل حته، لازم يسمي. فالكلام الكثير عن الشيطان وعن الجان وعن هو ده الواضح، لكن شخصيه الشيطان الى حد كبير مشوهه في الاسلام. نعم. مش واضحه زي ما هي في الكتاب. نعم. المقدس. والاخت ميرنا، احنا بنعمه المسيح هنعيد مرة زي ما تكلمنا ربما حلقة عن الشيطان في المسيحية وفي الإسلام. نعم صحيح. دكتور غالي أنا بشكرك كثير جدا، وفي الترمذي الحديث صحيح وارد، وحتى الألباني حينما صحح الحديث صححه وقال حسن غريب، ليس لأنه خطأ ولكن لأنه وارد عن شخص، حتى الألباني ذكر أنه حديث حسن غريب. بالنسبة إلى الأخ كمال من مصر وموضوع الشيخ الطنطاوي، وأنا لما ذكرت مفاجأة سألوني مين معك في البرنامج، قلت لهم مفاجأة على أساس أنه يعني أنت هتكوني معايا، دي المفاجأة، لكن لم أتعرض للموضوع خالص، لا الشيخ الطنطاوي ولا عندي فكرة ولا أعرف الموضوع لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق. يعني فهم الناس ربما افتكروا أنا قلت مفاجأة أنه دي المفاجأة، لا أنا لا أعرف أي شيء. وبحيي الأستاذ كمال من أستراليا لمداخلته. شكرا. طيب احنا كنا وقفنا في حتة قبل المكالمات، موضوع أدركهما حب الولد. نعم. اللي هو الأخير. صحيح. الثالث. يعني ده ما بيذكرنا بإدراك محمد لحب زوجة ابنه المتبنى؟ ما بيذكرك الكلام ده؟ سبحان مقلب القلوب. يعني مين اللي حط حب معين في قلب شخص معين للخطأ؟ يعني آدم اتحط حب الولد في قلبه عشان يشرك، تكون النتيجة شرك، ونبي الإسلام اتحط حب حب زينب عشان في النهاية يعني ياخد المرأة من زوجها. يعني مين اللي حط الحب ده؟ صحيح. هو يعني سؤال يستحق. يعني هل هو الله ولا هو الشيطان؟ المفروض اللي بيحط الحب هو الله طبعا. طيب وهل الله يحط حب يؤدي بينا في النهاية؟ هو زي ما ذكرت أنت في البداية، ربما لأنه في مؤامرة، وكأن في مؤامرة على آدم وحواء، لأنه القصة أساسا يعني مهترئة تماما، يعني الثغرات فيها كثيرة. طيب إحنا يعني حقول كلمة وعندنا بريك فاصل،
في النهاية حنقول دول مفسرين، يعني زي ما تعرضوا الأحباء المسلمين مجرد مفسرين يعني، والمفسر يخطئ ويصيب. بس بعد الفاصل حأسمع منك كلام تاني. يعني أحبائنا المشاهدين عندنا فاصل قصير، حنروح ونرجع ونكون معاكم. في الحلقات القادمة من برنامج الدليل، تناقضات القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا حكم القرآن، فهل سيصمد؟ الخطية الجدية بين الإسلام والمسيحية، هل هناك شيء اسمه توريث الخطية؟ توريث الخطية تحريف مسيحي أم عقيدة إسلامية؟ الشرك، هل الله يغفر الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. وماذا عن آدم وحواء؟ هل أشركا بالله؟ أم أن الأنبياء لهم عصمة وهم أبعد ما يكون عن الخطايا وخصوصا الشرك؟ هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الجديد الدليل، فترقبونا. لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعاء إن أحببتم أن تشاركونا. لم يأمر بقتل أحد، انتشرت في شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك طلبت وسيترك، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ مشاهدين الكرام، أهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم واثقين أنكم أنتم معانا عشان نواصل معاكم بقية الموضوع. أخ وحيد، يعني قبل الفاصل قلنا أنه ده كلام مفسرين، والمفسر يخطئ ويصيب. خلاص مش عايزين ناخد بكلام المفسرين. صحيح. عندك حاجة تانية غير المفسرين؟ طبعا، في الأساس أنه الحديث لرسول الإسلام، حديث ده قاله الرسول، والحديث قال عنه الحاكم أنه صحيح. خلينا أقرأ للأحباء المشاهدين معنا ما ورد عن رسول الإسلام عن النبي قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الحاكم وقال صحيح للأستاذ أبو محمد اللي كان اتصل من السعودية، أهو قدام حضرتك ويمكن أن تراجع، قال صحيح. والترمذي وقال حسن غريب. غريب ليه؟ علشان عن طريق شخص واحد، مش غريب عشان خطأ، هو يعرف في الأحاديث. الألباني ذكر الحديث عن الترمذي، سنن الترمذي خلاصة حكم المحدث، حسن غريب أيضا لأنه من شخص واحد سمعه. يعني الألباني حسن الحديث. طبعا هو حديث حسن، والحاكم قال صحيح. والحاكم لم يقل صحيح من فراغ، لأن الحاكم يعرف جيدا أنه أسباب نزول القرآن. ده مش بنتكلم عن حديث هل هو ضعيف هل هو موضوع، احنا بنتكلم عن أسباب نزول القرآن. نعم. طيب قبل ما ندخل لأسباب النزول، لأنه شايفة أنا في الحديث في أعتقد بعض المشاكل، يعني فضل. الحديث ده قالوا رسول الإسلام. نعم. ورسول الإسلام مقتنع بدليل أنه هو بيقول الحديث ومؤكده. صحيح. يعني أنه لما آدم سمى ابنه عبد الحارث الولد عاش. صحيح. إيه المنطق أنه نبي، يعني أنا نبي في عصري وأسمي ابني عبد الشيطان ويجي يؤكد النبي أنه أيوة هي سمته عبد الشيطان وعاش؟ صحيح. وبالمناسبة ده بيأثر على الناس، يعني وكأن هذا التعليم بالمناسبة انتشر في كثير من ثقافات العالم الإسلامي إلى اليوم. في صعيد مصر بعض الناس إذا كان عندها، يعني بعد عن المشاهدين، يعني إذا كان عندها
طفل بيموت ومات الثاني يقولوا لها سميه اسم يعني اسم وحش يعني فتسميه اسم وحش فيعيش زي عبد الحارس زي عبد الحارس كده. هذا تقليد موجود حتى انه بعض المسيحيين سقطوا في هذا التقليد ودي ثقافه غير مسيحيه اسلاميه مش مسيحيه طبعا ثقافه وارده من هنا من هذا الامر يعني انا زمان لما كنت صغير واسمع هذا الامر انه في ناس بتسميه اسماء غريبه فلما اسال هو نفسه كان بيقول انا نص اخواني كانوا بيموتوا فسموني الاسم ده عشان اعيش ويمكن في ناس كثيره سمعاني عارفه انا بقول ايه كويس لكن لم اكن اعرف من اين هذا المصدر من اين المصدر الى ان لما الواحد ابتدى يقرا عرف انه اذا لها جذور له جذور هذا الامر بس الغريب انه يعني الرسول المفروض لما يكون موجود في مكان ده رسول يعني نبي صحيح. يعني المفروض ان هو يصحح الخطا يعني الحديث ده او المعتقد ده لما يكون موجود في ثقافه شعب وهي ثقافه غلط يجي الرسول يصحح يقول لا الكلام ده غلط لكن انه يجي ياكد ويقول انه حواء فعلا طاف بها ابليس وسمت وعاش الولد صحيح وبالمناسبه يعني هذا ليس هو الامر الوحيد الذي تبناه رسول الاسلام هو تبنى اشياء كثيره كان موجوده في جزيره العرب في ايام المشركين حتى الطواف حول الكعبه نعم الذي ينسبوه خطأ إلى إبراهيم وإن إبراهيم جاء وثبت كل ده كلام لا وجود له في التاريخ حتى في تاريخ إبراهيم فهو لم يتبنى فقط هذا الأمر تبنى أيضا الكعبة وتبنى الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود فكلها أشياء تبناها رسول الإسلام في الوقت الذي كان يجب أن ينبه الناس أن هذا لا يمكن أن يكون من عند الإله الحقيقي خصوصا إحنا بنتكلم عن رسول الإسلام أشرف الأنبياء وأشرف الخلق ويعني المصطفى الحبيب المقرب من الله اللي ما فيش أفضل منه صحيح. لما يجي يعني المفروض أن أنا أفهم أنه ده هو الكلام الصح بنسبة 100% صحيح لكن العين الثاقبة لأهل الكتاب على الفور يلمحون مثل هذه الأمور يعرفون تماما أنها بعيدة كل البعد عن الإله الحقيقي الذي لا يمكن أن يعطي تعاليم مثل هذه التعاليم على الإطلاق طيب لفت نظري في القصص الإسلامية دي وفي التفاسير الحوار اللي دار بين حواء والشيطان في الجنة بداية والحوار اللي دار بين الشيطان وبين حواء في مرة أو آدم وحواء مع بعض في الموضوع اللي احنا بنطرحه النهاردة صحيح ويعني أنا عاوزة أعمل مقارنة بين السلاسة والسهولة في الحوار بين حواء وبين الشيطان مع الفزع اللي كان بين رسول الإسلام والملك اللي ظهر له في غار حراء المفروض أنه الملك بيعطي رسالة سلام صحيح. يعني اعمل لي المقارنة يعني أنا ممكن يعني أرجع للوراء شوية مثلا لما بنشوف أنه في سورة طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بنشوف هنا لم نجد أن آدم فزع من الشيطان أو أنه في أمر جلل أو أمر غريب ده حتى في سورة الأعراف 20 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين كلام كان بين الشيطان وحواء وآدم عادي وكأن الشيطان ده مش مخيف ده حتى إحنا قرأنا في حلقات سابقة أن الشيطان في التفاسير الإسلامية قطف وأعطى حواء نعم وهي أخذت منه بكل بساطة يعني مشكلة وده شيطان قرأنا النهاردة في التفاسير فقال أنا صاحبكم الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما قرأنا أنه ما فيش أي إشكالية على الإطلاق في هذا الأمر فإذا وكأن يعني الكاتب لهذه هذه التفاسير أو القصص يعني يعتبر أن الشيطان ده كائن عادي آدم وحواء متعودين عليه ويظهر لهم بأي شكل ويتكلموا معاه ما فيش أي مشكلة وده طبعا أمر غير صحيح على الإطلاق مع أنه هو حذرهم الله في وقت سجود لما طلب من الشيطان أنه يسجد لآدم ورفض حذرهم منه صحيح وقال لهم ده عدو ليكم يعني احذروا منه صحيح. ومع ذلك لم يسمعوا الكلام لكن هنا في المقارنة اللي أنت تكلمت عنها لما ظهر الملك لرسول الإسلام فأنا أقرأ فجاء الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني يعني ضغط علي يعني
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك، فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي إلى آخره. فإذا يعني إحنا بنشوف إنه رسول الإسلام مع الملك في رعبة في نعم. خوف، وبنقرأ كمان في الوحي أمور غريبة، صلصلة الجرس وطنين النحل وأشياء غريبة عن أهل الكتاب وعن الوحي، في حين إن آدم وحواء مع الشيطان ما فيش أي مشكلة. نعم، وده شيء غريب لأنه المفروض يعني الملاك رسالته رسالة سلام جاي من الرب الإله. والحقيقة في بعض السير ذكرت أن رسول الإسلام قال إنه هو خشي على نفسه إنه يكون ده جني واحد من الجان بيظهر له، إنه أصبح مثل الكهان يعني. فخديجة هي التي هدأت روعه وقالت له لا هذا ملك وليس بشيطان، وأخذته إلى ورقة بن نوفل. فالمسلمون صدقوا خديجة ولم يصدقوا رسول الإسلام، لأن رسول الإسلام أول اعتراف له أن هذا هو جان. نعم. وخشي على نفسه، وأنا قرأت الآن خشيت على نفسي، وهي الكلمة بتاعتها يعني هذا ملك وليس بشيطان، دليل أنه هو كان فاكر قال أنه ده شيطان. نعم. صحيح. نعم. طيب خليني بسرعة كده أخذ بعض الإيميلات وبعدين نروح لأسباب النزول. سلام الرب معكم في هذه الخدمة المباركة. قصة أسباب النزول وحدها تدل على أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، لأن كل أسباب النزول لكل آيات القرآن حدثت على أيام الرسول، وأغلب الأحداث أو بعضها يحدث منها الآن. فهل إله الإسلام ينزل آيات بعد موت الرسول؟ وهل الإله الحقيقي يحتاج لمبررات لكل ما يقوله؟ أرجو من الرب الإله أن يوفقكما دائما في برنامجكم الرائع، كما أرجو من الله أن يبارك صيامنا معكم. أمين. كل أربعاء. أمين. لكي يتمجد دائما من خلال خدمتكم وخدمتنا التي بنيت على برامج هذه القناة بشكل عام. أرجو منكم أن تطلبوا من جميع الذين يصومون ويصلون معكم في يوم الأربعاء، بالإضافة لصلاتهم لكي لكم، أن يصلوا لأنفسهم ولإخوتهم المسلمين الذين يعيشون في وسطهم. تعليقي على فقرة واحدة لاحظتها في هذه الحلقة، كيف يقول الشيطان لآدم أنه هو الشيطان الذي أخرج آدم وحواء من الجنة ويهددهم بذلك، في حين كان الهدف من إغواء الشيطان لآدم وحواء كان يهدف أن يريهما عورتهما. أعتقد دي حلقة قديمة. في حلقة سابقة شرحت لأحد المشاركين بأن الله خلق فطرة العلاقة الحميمة في آدم وحواء قبل سقوطهم ولم تكن نتيجة سقوطهم، فهل آدم وحواء كانوا يمارسوا علاقتهم الحميمة قبل السقوط؟ نقطة أخرى، لقد فسرت في الحلقة الماضية عبارة ولزوجك يكون اشتياقك بمعنى أن حواء نتيجة لعصيانها عاقبها الله بأن تحتاج لمساندة الرجل جسمانيا، فهل معنى ذلك أن حواء قبل العصيان كانت في نفس قوة آدم الجسمانية ولها عضلات؟ طيب خلينا أبدأ بالحتة الأخيرة، في نفس قوة آدم الجسمانية، هي لم تكن تحتاج إلى قوة ولا آدم كان يحتاج إلى قوة، كان هناك سلام وكان هناك حياة ليس فيها أخطار، فهتحتاج لإيه أساسا مساندة؟ فكان بطبيعتها هذه الرقيقة الرائعة لا تحتاج إلى معين أو إلى أقصد إلى سند أو حامي يعني. بالنسبة إلى كانوا يمارسون علاقتهم الحميمة، الكتاب كان واضح جدا بعد السقوط قال مباشرة فعرف آدم حواء، ولم يقل أنها عرفها قبل السقوط. إذن كان من تدبير الله أنه لا تكون هناك هذه العلاقة إلا بعد أن يختبر هذا الاختبار آدم، وحتى لا يكون هناك نسل ليس فيه خطية ونسل فيه خطية. فبعد الاختبار عرف آدم حواء، وده موجود في الكتاب المقدس. وبالمناسبة هذا ليس تفسيري وأنا لست مفسرا، أنا مجرد قارئ وأنقل ما قرأت من تفاسير، وتستطيع أن ترجع إلى الأرشدياكون نجيب جرجس في سفر التكوين ستجد ما قلته أنا. طيب أعتقد هذه هي كانت المداخلات. وكان بيستغرب أنا أخرجتكم من الجنة، كلنا نستغرب أنه كيف يقول الشيطان أنا أخرجتكم من الجنة. طيب خليني أخذ كمان مكالمة. عطية من أمريكا. عطية من أمريكا. ألو ألو
اتفضل. أيوة حقيقة. سلام المسيح معاكم. سلام. لكن لي سؤال، كان لي سؤال، هل اليهود، هل اليهود حاليا أو في سابقا بأمنوا عندهم إيمان أن عزير هو ابن الله؟ وده سؤال، يعني في القرآن ورد أن اليهود بأمنوا أن عزير هو ابن الله، فأنا ما أعرفش ده كان موجود في اعتقاد عند اليهود سواء قديما في عصر الرسول أو حاليا، هل هذا الإيمان موجود ولا لا؟ في سؤال ثاني، هل السيد المسيح بن المجد لما قال أنه في العالم ستضطهدون وقدموكم المجامع وأن ما جئت ألقي سلاما بل سيفا والابن هيقوم على أبوه وهكذا، هل ده علشان كان عارف أني مش من السهل أي إنسان يتقبل، خاصة هو خارج من شعب إسرائيلي اللي بيعملوا بأن الله واحد، هل كان في صعوبة في قبول أن الله يتجسد أو أن هو ابن الله؟ ده سؤالين. شكرا لك يا أخ عطية، كنا نتمنى أنك أنت تسأل في الموضوع يعني، لكن حاول المرة الجاية. ماركو من اليونان. ألو ألو، اتفضل. أيها مساء الخير. مساء النور. سلام المسيح معكم. سلام المسيح. إزيك يا أخ وحيد؟ أهلا أخ ماركو، ربي باركك. أنا كان عندي سؤال بسيط، يعني أنا مش عارف يعني إزاي ولدت هذه القصص المذهلة. يعني الكتاب المقدس روى قصة آدم وأمنا حواء اللي احنا نقدرها من كل قلوبنا، يعني كجدة عظيمة كما قال قداسة البابا، كجدة عظيمة لنا كلنا يعني. فكيف ولدت هذه النهية؟ يعني ربنا قال فليخلق الإنسان كشبهنا وعلى صورتنا وعلى مثالنا، والطيور تخلق طيور كما ورد في رسالة بولس الرسول. فجاءت منين هذه كل هذه الكلمات اللي هم بيحاور بها؟ والأخ اسماعيل مش مقتنع بالأحاديث اللي هي واخدة آيات القرآن وفسرها القرطبي والجلالين ودائرة المعارف الإسلامية وكل هذه التفاسير الموثقة ويؤمنون بيه. فالقرآن كتب بعد، وانا كتب بعد الإنجيل بمئات السنين أو بآلاف السنين، فمين الذي كتب القرآن وفسر هذه الآيات على كيفه وعلى مزاجه؟ هم لا يقتنعون بالكيف بآرائهم الشخصية، ده آراء شخصية يعني الذي فسرت هذه الآيات. فإحنا ما عندناش آراء شخصية فسرت الكتاب المقدس، لأن الكتاب بيقول إيه؟ وكل آيات الكتاب المقدس موحى به من الله. من الله. شكرا لك يا أخ ماركو. شكرا لك. معلش عندنا مكالمات تانية. كريستينا من كندا. ألو. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ربي يسوع معاكم ويقويكم. آمين. لكن أنا أود أقول لك حاجة أستاذ وحيد أو الأخت فدوى. إحنا رب بعتكم فعلا لأحسن الناس علشان ترشدوهم. إخواتنا المسلمين دول فعلا بالناس محترمين جدا جدا جدا، وإحنا مشتركين معاهم في حاجة. هم بيقولوا المسيح هو كلمة الله وروح الله، وإحنا بنقول هذا الكلام، ولكن لابد أن يبحثوا عن معنى كلمة الله. كلمة الله أي فكر الله، فكر الله اللي هو موجود في ذات الله نفسه منذ البدء، فكر الله لم ينفصل عنه. فإذا الله وكلمته هو شخص واحد، الله وروحه وكلمته هو شخص واحد. لما نقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، معنى ذلك بنقول إن الله هذا هو الله الذي نعبده الذي لا شريك له، الكائن بروح، الكائن بذاته، الناطق بكلمته، الحي بروحه القدوس، الله واحد آمين. إذن يا أخوتي إحنا بنعبد إله واحد، لكن أنا عندي رسالة من السماء فعلا يا أستاذ وحيد، ولازم أبلغها لكل العالم. إحنا بنعيش هذه الفترة في نهاية الأيام،
الرب يسوع قادم بسرعة 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 وجاي سريعا سريعا. وهذه القنوات المسيحية التي انفتحت على العالم كله لإرشاد العالم كله لطريق الرب المخلص هي علامة من علامات نهاية الأيام. فأنا تركت بلدي وذهبت إلى بلد خارجية، وكنت فكرة أن هذه البلد حقيقي، هذه البلد الخارجية التي أعيش فيها مؤسسة على تعاليم الرب يسوع، فيها المساواة، فيها المحبة لجميع الناس، فيها كل شيء متعلق بشريعة الله الكاملة الموجودة في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع والاثنين وعشرين وتسعتاشر والأربعة وعشرين والخمسة وعشرين والثمانية وعشرين، موجودة لشريعتنا. شكرا لك يا اختي كريستينا. ناخذ مايكل من امريكا. الو، طيب مساء الخير. مساء النور، اتفضل. ربنا اعطى اولاده السلطان ان يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو، فكيف ابن الحارس له السلطان انه يموت ويحيي؟ الحياه والموت هي لله فقط، مش لابدا لاي انسان. صح. فازاي العقليه دي بتقول ان ابن الحارس الشيطان ده بيحيي وبيموت وبيميت؟ لا، الحياه والموت لله فقط، مش لابدا لاي حاجه تانية. انا بستعجب العقليات دي جايه منين. شكرا لك يا اخ مايكل. يا ريت لو تعلق لنا على هو. بالنسبه للاخ، بشكر الاحباء اللي شاركونا وقدموا مداخلاتهم، الرب يبارككم جميعا. عطيه من امريكا بيسال عن موضوع عزير، يعني كنا زي ما يعني يا ريت تشاركونا دائما في موضوع الحلقه لو سمحتوا. بالنسبه لعزير، لا يوجد عند اليهود على الاطلاق ولا في كل تاريخهم على الاطلاق واحد اصلا اسمه عزير، اصلا كلمه عزير لا معنى لها في عند اليهود يعني، ولا انهم ادعوا انه عزير ابن الله. طبعا ده وارد في سوره التوبه 30، لكن هذا لا وجود له في تاريخ اليهود كله. اقرا تاريخ اليهود كله، لا يوجد شخص اسمه عزير قالوا عنه أنه ابن الله. ده لما المسيح قال أنه هو ابن الله صلبوه، فكيف كان في عصرهم شخص اسمه عزير بيقول ابن الله وعبدوه؟ كان بالأولى عبدوا المسيح الذي قال عن نفسه أنه ابن الله. لا يوجد يا عزيزي. بشكرك يا أخ عطية. ماركو كان عنده مداخلة. الأخت كريستيانا بتكلم عن وحدانية الله. بنعمة الرب حنقدم في برنامج الدليل حلقات عن وحدانية الله بين المسيحية والإسلام. تابعونا برضو وصلوا من أجلنا. الأخ مايكل أمريكا، أنه خلقنا لندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. نشكر الأحباء اللي قدموا مداخلة. طيب نرجع لجزئية أعتقد هي هتكون الجزئية الأخيرة، هي أسباب النزول. نناقشها عشان ندي للمشاهدين الموضوع. الجزء نعم، الأول هذه على هي الأدل. الجزئية اللي أنا ذكرتها للأستاذ أبو محمد أعتقد كان من السعودية. نعم. منذ قليل. نعم. أن الموضوع ليس مجرد تفسير، ليس مجرد أحاديث صحيحة أم غير صحيحة. الموضوع أكبر من كذا، الموضوع أسباب نزول. ولذلك الحاكم لم يستطع أن يقول أن الحديث إلا أنه صحيح، لأنه ده أسباب نزول. في أسباب النزول للواحد النيسابوري قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء. يقول أسباب النزول: كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد، فقال لهما الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسميه عبد الحارس. وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارس ففعلا. فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. يعني الموضوع أنا بتكلم بأسانيد بأدلة، ده احنا برنامجنا اسمه الدليل. لو كان الحديث مجرد ضعيف ولا ما فيش حد صححه على الإطلاق ولا لي علاقة بأسباب نزول، أنا سأترك هذا الموضوع. نعم. لكن حينما أجد عالم في حجم الحاكم، في حجم الحاكم، ويقول الحديث صحيح، ثم أجد ما هو أكبر من الحاكم أنه أسباب نزول القرآن. نعم. أنا أجد أنه حجة قوية أن نجعله. والشيء الغريب الذي لم ينتبه له الأستاذ أبو محمد، لا يوجد تفسير غيره أصلا. صحيح، كل المفسرين يعني المفسرين اجتمعوا على هذه القصة. فلما أرادوا أن يفلسفوها، وهذا هو موضوعنا الحلقة القادمة، وجدوا من العلماء المسلمين من يرفض ويقول لا، هذا الأمر مرفوض تماما، فالشرك مقصود به آدم وحواء. وسأقدم بالأدلة والبراهين
الحلقة القادمة بنعمة الرب يسوع. طيب أنت كنت بتقول أنه يعني الشرك هو طاعة، أو فسروا يعني العلماء أنه هو طاعة. صحيح. طيب يعني طب خلص إحنا كلنا بنطيع الشيطان أحيانا، بتجينا فكرة من الشيطان وبنطيعها، إيه المشكلة يعني؟ ليه بنعملها مشكلة مع آدم؟ أولا هذا ليس رأي القرآن، وآدم ده نبي، ده مش أي شخص، أنت ما بتتكلميش عن عوام البشر، إحنا بنتكلم عن النبي الأول آدم، مع أنه آدم عندنا مش نبي يعني في الكتاب المقدس، لا عند اليهود ولا المسيحيين، لكن هذا النبي آدم أول نبي يطيع الشيطان. طب خليني أقرأ لك بعض النصوص ونشوف إطاعة الشيطان في القرآن تصنف إيه. طيب إحنا عندنا 5 دقائق بس، 5 دقائق على كل موضوع ما أكتملش، ربما الحلقة القادمة إذا سمحت إن إحنا نكمله. طيب في سورة الأنعام 121 يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. خلي بالك هنا، خلي العزيز المشاهد لاحظ كده في الشاشة إن الشياطين يوحوا إلى أوليائهم وأوليائهم يجادلوا المؤمنين. طب ده آدم وإذا أطعتموهم مشركين. آدم ما سمعش من أولياء الشيطان، من الشيطان نفسه. آدم سمع من الشيطان مباشرة شخصيا وأطاع الشيطان شخصيا، وأطاع الشيطان وسمى اسمه عبد الحارس، ابنه عبد الحارس. وطاعة الشيطان بحسب القرآن شرك. شرك. هذا النص القرآني يؤكد أن آدم مشرك. حتى لو أطاع، حتى لو هو شرك في الطاعة. وكلمة شرك في الطاعة موجودة في التفاسير، لأنهم صنفوا أنه ليس شرك في العبادة، وهذا صحيح وفق القرآن. إحنا لا ندعي شيء أكثر، لكن صنفوه أنه أطاع الشيطان فهذا شرك أصغر. طيب هذا القرآن يحكم على هذا الشرك حتى إن صنفتموه أصغر هو الشرك. فإذن آدم مشرك، وهذه كارثة أنه آدم كمان يصبح مشرك لأن سمى ابنه عبد الحارس عبد الشيطان. طيب حتى في جزئية الشياطين بيوحوا لأوليائهم يعني، وفي الحديث اللي انت قريته قبل شوية أنه الحديث أو الاسم نفسه كان من وحي الشيطان. الاسم اسم عبد الحارس. صحيح. اسم عبد الحارس. صحيح. كان وحي من الشيطان لآدم وحواء. مزبوط. وهنا بيقول إنه الشياطين بيوحوا إلى أوليائهم. صحيح. هل عاوز يقول لنا إنه آدم كان يعني أخذ وحي من الشيطان؟ طبعا مش الوحي بمعنى الوحي المعروف في القرآن. نعم أنا أعلم، لكن الفكرة. لا أنا أقصد الولاء. صحيح. يعني تمام. آدم ولي الشيطان. صحيح. من أولياء الشيطان. مزبوط. خليني أقول، لأنه هنا الكلام في سورة الأنعام 21 الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم من البشر يعني ليجادلوكم. فإذا كان الذي يستقبل وحي الشيطان أفكار الشيطان يصبح ولي للشيطان، فإذا آدم الذي استقبل فكرة الشيطان وتبناها وتنفذها ونفذها عفوا فهو ولي الشيطان أيضا، هو وحواء. والأولياء دول يعني أنبياء يعني نبي. ده حسب تصنيف الأحباء المسلمين أن آدم طبعا نبي. بصراحة شرحوا آدم بصراحة طبعا. يعني طبعا. يعني بهدلوه، بعدين بيتكلموا عن عصمة الأنبياء. ما هي دي المشكلة، هم عشان عصمة الأنبياء دلوقتي بيحاولوا يعني المفسرين أنهم يطلعوا آدم من الورطة علشان موضوع عصمة الأنبياء. أصلا ما فيش نبي معصوم، كل الأنبياء أخطأوا بدون استثناء واحد فيهم بشهادة الإسلام والقرآن أيضا. طيب ده شيء غريب. خليني أعرض نتائج السؤال الـSMS. 11% قالوا نعم آدم أشرك، و89% قالوا لا آدم لم يشرك. إحنا مش باقينا غير أقل من دقيقة، معلش كلمة سريعة. يعني أنا أحب أن أقول للأحباء المسلمين في عجالة، هذا ما وجدناه في المراجع الإسلامية، هذا ما وجدناه موثق يقال عنه صحيح. يعني أنا أعتقد أن الأمر الآن بعد هذا الطرح يحتاج إلى القراءة مجددا وإلى التدقيق وإلى التفكير. ربي بارك حياتكم ونلقاكم بنعمة الرب في مرات قادمة. صلوا من أجلنا. شكرا لك يا أخ وحيد. مشاهدين الكرام، للأسف وصلنا لآخر الحلقة. بنتمنى أن احنا نكون أفدناكم، أن احنا قدمنا لكم معلومات جديدة. متأكدين احنا من صلاتكم لأجل البرنامج ولأجل العالم كله.
صلوا لأجلنا كثير جدا، وبننتظركم في الحلقة الجاية تكونوا معنا. شكرا لكم.